السلام عليكم. شنو تقييمك لهذه المبادرة اللي دايرينها في منطقة سيدي مومن؟ انا جيت صدفه لهذا الحي هنايا ولقيت فاعله جمعويه حسيه في الميدان الجمعوي كتقوم بتوزيع الاكياس البلاستيكيه بمناسبه عيد الاضحى. بهذا المنبر كنشكر كازا بيئه على هذه المبادره اللي دارت مع الجمعيات انها كتشارك في توزيع البلاستيك باش نشوف واحد الاحياء ديالنا في واحد الحله زوينه نهار العيد ان شاء الله، بان الناس كلهم من هذا المنبر كنوجه الرساله للساكنه ساكنه الدار البيضاء وساكنه سيدي مومن بصفه خاصه انهم ديك البلاستيك يحاولوا يجمعوا النفايات ديالهم ويديروهم في الاماكن المخصصه باش حتى ذاك المجهود اللي دارت كازا بيئه واللي داروا الجمعيات كما شفت السيدة مليكة فاعلة جمعوية أنها نموذج ديال الجمعيات اللي قاموا بتوزيع البلاستيك بمناسبة العيد، أن هذه المجهودات هذه ديال كازا بيئة ديال الجمعويين تبان البديلة ديالها منين نشوفوا البلاستيك في قدام الحاويات، ماشي نشوفوا الأزبال مشتة وهذا بحال كازا بيئة ما دارتش خدمتها بحال الجمعيات ما داروش خدمتهم. وهاد المديرة كنشجع الفاعلين الجمعويين انهم يساهموا بهاد البديرة هذه باش نشوفوا كازا فواحد الحله زوينه اللي هي زوينه ان شاء الله ونظيفه يوم العيد ان شاء الله. وكيف ما كتعرفوا مشاهدينا فنادق الخروف اللي ولات منتشره في الاونه الاخيره هي عندها كتساعد المواطنين اللي ما عندهمش فين يحطوا الخرفان ديالهم، ولكن في نفس الوقت كتخلف بزاف ديال الازبال من مورا ما كيمر العيد الكبير. فاليوم غنستغلوا الفرصه اننا كاينين في فندق ديال الخروف وغنسولوا المسؤول هنايا على واش غيقدروا انهم يجمعوا الدنيا ويخليوها نقيه من بعد ما المرور ديال العيد الكبير، او لا ما غاديش غيبقاو الازبال كيف العاده واخا تم التوزيع ديال هاد لي بلاستيك. اهلا. بالنسبه لك واش دابا من بعد ما توزعوا عليكم هاد لي بلاستيك غادي تقدروا انه يعاونوكم انكم تخليوا الدنيا نقيه من بعد من العيد؟ احنا بعدا ديما كنوجدوا البلاستيك على قبل داك النهار الاخر، ملي كنشطبوا كنزلوا شيو ديال الماء كنجمعوا هادشي كامل في بلاستيكات كبار وخضرين كنحطوهم تما حتى كتم جايه. هذه بالنسبه لكم، ولكن كتشوف بان مجموعه ديال الفنادق الاخرى كنشوف كيخليو داكشي بحال هكاك حدهم كيحيدوا الحيو كيطلع لدارهم، ولكن دابا حنا هنايا ما كاينش اللي يقدر يديرها حيت الساكنه كما كانوش كيعرفونا كنجمعوا ما يخليوناش نحطوها هنا. يعني كتشوف بان هذه المبادره هذه غتعاون الناس اللي ضروري ما تعاون. ومعنا واحد من الشباب ديال الحي اللي كيقوموا يعني كما كنقولوا حنا كيشوطوا الريوس نهار العيد، فحنا عارفين ان هاد القضيه ديال الشواط الريوس وهذا كتخلف مجموعه ديال الازبال، وهذا الشيء علاش بغينا نسمعوا منه واش هاد المبادره هذه غادي تخليهم انهم يحافظوا على النظافه ديال الحي ديالهم من بعد ما هذيك العمليه ديال الشواط ديال الريوس. السلام عليكم. السلام. بالنسبه لك انت كواحد كيدير هذيك العمليه ديال الشواط الريوس نهار العيد، كتشوف ان هذه البادره هذه غادي تخليكم انكم تحافظوا على نظافه الحي ديالكم من بعد ما كتساليو؟ ضروره غتحافظ عليها وبزاف، وغيخليو لك الميكاش وغتجمع فيهم الزبل وبزاف د الحوايج. وشنو الحاجه اللي كتعيقكم اللي في العاده كتعيق انك تخليو الدنيا نقيه؟ العاده ديال داكشي في الاخر كنخليو داكشي المالين النظافه وكنمشي. لكن بالنسبه للعمال ديال النظافه يعني كتخليو لهم حد الثقل مساكن ثقل كبير بزاف. ولكن دابايا دابا ان شاء الله راه غنعاودوا داكشي اللي فات وجمعوا زبلنا كيف كتشوفوا. السلام عليكم.